شكرا سيدة الوزيرة على المعطيات اللي تقدمت بها. لا نختلف بأن المغرب ركم مكتسبات على قدر من الأهمية في مجال النهوض بالنساء في وضعية هشاشة، وهناك التزام حكومي خاص بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات بما فيهم القرويات. أنا فقط أريد أن أشير إلى أنه إذا كانت مطالب النهوض بوضعية المرأة في المغرب هي من المطالب الملحة، فإن النهوض بأوضاع المرأة القروية هو أكثر إلحاحا واستعجالية، ليس فقط المساواة والعدالة بين الجنسين، ولكن لتكريس العدالة المجالية والاجتماعية بين مختلف الفئات النسوية، خصوصا وأن الإحصائيات تؤكد أن نسبة النساء القرويات بالمغرب تفوق الحضريات. فالمرأة بصفة عامة ما زالت في حاجة لتمكينها في مجموعة من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمجتمعية، وهو ما جعل عاهل البلاد نصره الله وكما هو معهود في جلالته سباقا إلى المنادات بجيل جديد من الإصلاحات، وعلى رأسها مدونة الأسرة التي يجب أن تكرس بعد 19 سنة من إقرارها مجموعة من التطورات التي عرفها المغرب، والتي تسير في اتجاه المساهمة الفاعلة للمرأة في جميع الأوراش التنموية. وفي هذا الصدد تبقى المرأة القروية في أمس الحاجة لهذه الإصلاحات بفعل معاناتها المتواصلة والتي تبتدئ من الطفولة عبر حرمانها من التعليم والصحة والترفيه، كما أن معظم حالات تزويج القاصرات تستوطن بالعالم القروي، وجل القضايا التي تحمل تفريطا في الحقوق الشرعية للمرأة والفتاة تكون أشد وطأة بالبادية بفعل ارتفاع معدلات الأمية وغياب وسائل التواصل الفعال للتحسيس بحقوق المرأة والترافع حولها. هذا ويظل التمكين الاقتصادي للمرأة القروية أحد أهم الرهانات التي نأمل ونتوقع أن تحقق فيها الحكومة مجموعة من المنجزات والمكتسبات، فهي كانت على الدوام المرأة العاملة القادرة على الإنتاج والمواكبة للرجل في مجموعة من المهام والوظائف الفلاحية والزراعية، لكن يظل نصيبها المادي منعدما أو دون المجهود المبذول. لذلك وجب التفكير في جيل جديد من المشاريع القادرة على الإدماج الكلي للمرأة القروية في دورة التنمية، كما ندعو من خلالكم الحكومة إلى مواصلة مجهوداتها الاجتماعية لصالحها، وأخص بالذكر ضرورة استفادتها الشاملة من برامج التغطية الصحية ومن كل الجهود المبذولة في مجال إصلاح المنظومة الصحية، وكذلك من مشاريع التشغيل خاصة أوراش وفرصة. وأخيرا ضرورة استفادتها من مختلف البرامج التعليمية بما في ذلك برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية، أخذين بعين الاعتبار أن المرأة القروية هي من الحلقات الأساسية لتطوير المجتمع القروي. وشكراً.